داخل غرفة ببلدية السينيا وجدنا جسده مستلقيا، أما عقله كان في الخارج. الطفل يوسف صاحب 16 سنة طريح الفراش بإعاقة شبه كاملة، والذي انطفأ نجم طفولته ليمنه عن المشي. راني نهضر على الطفل تاعي يوسف ميموني، فريمون راني بالدومي نقولي لا فان 2016 2017، ولدي ملي طاح ضربوه لي عند المدرسة، ضربوه لي بعصا في مستوى الرأس وخارج من المدرسة، حاليا ضربوه بعصا للرأس، يطاح لي قاعد يزبد، جبته للدار وما كاش حتى نتيجة، راه غير سبيطارات. ولدي طاح لي كوما، كان شوية يتمشى من بعد ولا يلاشي يلاشي يلاشي، راه في الساز رولون، راه كوتي كوش كاع راح له، وراه عنده لي كريز ايبيليبتيك، و اون ميم طون عنده سيفاليت سيليبرال في وسط، عنده ميكروب في وسط المخ، راه بالدواء وما كاش تحسنات، راه غير يزيد، مي يطيح لي بالكوما، يطيح لي دي فوا يطيح لي 15 جور 20 جور، هو في لاغيا، من بعد يعاود يخرجوا من لاغيا وعاود تاني 15 جور 15 جور 10 جور، راني في السبيطار دي فوا نوصل تل 6 موا، دي فوا ما يخرجش من السبيطار، غير هو ماذا بيا انا يا كونسيب محسنين ولا اللي يتكفل به ولا وزير الصحة. سيد صبري اليوم رانا هنا عند خونا يوسف وعند اختنا، انا كالمرافق الصحي هذا الطفل هذا نقل عليه مي كان في سبيطار كانستر، كان في الكوما، كان يعالج، كان منا رانا نشوفو راه معمر هذا الشيء اللي هذا الشيء لو كان تلم وفي الخارج ولا راح ولا هادي ما نوصلوش، كل خطره كل شهر ها سكانر ها ليرام ها لي زاناليست ها لي بيلون راكم في الخارج باش يجيبوه له، باسكو عنده بروبليم تاع ليبيليبسي، عنده لا سيليبرال ثاني ميته، يده قال لك ميت قد بهلا كريس يولي تكرز، الام راكم سمعتوها باللي ما عندهاش لا مدخل لا والو غير مليون و200، مليون و200 الله يرحمك توكلها هي ولا تشرب. نص نصرف على امه ونولي كما كنت كما بكري كما صغير، قال لك كنت باغي نقرا وكاع كاع راه ضاعلي في دقيقة وحدة. إعاقة يوسف جعلت أمه تبحث عن علاج له بالرغم من وضعها المالي الضعيف، كلها أمل في شفاء ابنها ذات يوم وعودته إلى التقدم.